واحنا كده في الصداره بثلاثيه 16 نقطه، وهيبقى المركز الثاني هيتنافس عليه بتروجيت وطلاء الجيش، ولكن هيكون نادي طلاء الجيش هو الثاني لان هو طالع من المجموعه بتاعته، هو الثاني هو الاول. طيب هنروح للسيدات كرة الطائرة. كان عندنا برضو مباراة صعبة مع وادي دجلة. الأسبوع ده كان مليء بالأحداث الجامدة، ولكن طبعا كرة القدم معشوقة الجماهير تطغى على الجميع، تطغى على الجميع. عندنا طيب عندنا المباراة كانت في صالة الشهداء، فزنا 3-0. المباراة عدت بسلام، نادي وادي دجلة عامل فرقة محترمة، ولكن ربنا كرمنا الماتش مشي كويس. مشي ازاي؟ مشي 25-16 25-16 25-11، يعني يدل ان الفرقه ماشيه بشكل جدي. عندنا سكواد محترم، كل ده اعداد كويس. فرقتنا 39 نقطه في الصداره، ما خسرناش ولا مباراه غير شوط واحد 3-1 في مباراه واحده مع الزهور، مع الصيد انا اسف، لا ومع الزهور خسرنا شوط، خسرنا شوطين في مباراتين الزهور والصيد، شوطين بس في كل المباريات اللي لعبناها. كل ده استعداد كويس ان شاء الله. بطوله عربيه بطوله افريقيه احنا جاهزين، اول ما الاتحاد الافريقي يقول لنا يلا يلا وان شاء الله هنروح نكسب. كاميرا الابطال كانت موجوده في الملعب، عملنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. مباراة دجلة مباراة تعتبر كويسة من المباريات الكويسة، فريق دجلة فريق كويس، في آخر مباراة ليه في الكاس كان هيفوز على سبورتنج وطلع 5 جيم مع سبورتنج، فكنا عاملين حساب النهاردة إن المباراة هتبقى قوية، بس الحمد لله قدرنا نشارك كل اللعيبة النهاردة وكلهم تقريبا كانوا في الفورمة الحمد لله، وبإذن الله يعني إحنا واخدين الماتشات دي كلها إعداد للفترة اللي جاية. الفترة الجاية عندنا نهايات الكاس ونهايات الدوري وإن شاء الله بعديها أفريقيا، فان شاء الله باذن الله يعني الامور هتبقى احسن الفتره الجايه. طبعا الحمد لله على المكسب، قدرنا نسيطر على الماتش من اول شوط. يمكن فريق وادي دجله لسه عامل ماتش هايل مع سبورتنج، طلع 3-2 في كاس مصر، فكنا مستعدين له بشكل اقوى من كل مره، ان هو فريق معظمه لعيبه صغيرين واقوياء، فكنا مستعدين له يعني الفتره دي من بعد ماتش الظهور. كان كل تركيزنا طبعا مع وادي دجله، وقدرنا الحمد لله ان احنا نسيطر على الماتش من الاول. احنا ان شاء الله مكملين دلوقتي، يعني احنا مركزين في الدوري، احنا وصلنا الحمد لله سيمي فاينال كاس، ودلوقتي كل تركيزنا في الدوري، ولسه طبعا ما تحددش البطوله الافريقيه، فاحنا ماشيين ماتش بماتش يعني. الحمد لله النهارده كان ماتش سهل، واحنا الحمد لله يعني الفرقه كلها لعبت حلو، يعني احنا ال 14 لعيب لعب كويس، وعايزين بقى ان شاء الله بقيه الماتشات تكون بنفس المستوى بتاعنا يعني. طبعا بدنيا المفروض صعب قوي عشان احنا بنتمرن كتير قوي في الاسبوع، فصعب قوي ان احنا نعمل المعادله ان احنا نبقى فيت قوي وقت الماتشات، عشان عندنا يعني ماتشين في الاسبوع، فبنحاول ان احنا نحمل في نفس الوقت يبقى في ريكفري كويسه، فطبعا الموضوع بيبقى صعب بس يعني احنا بنقدر نعمله. الحمد لله، الله يبارك فيكي وكله بتوجيهات الجهاز الفني. هو كابتن حمدي بيبعت لنا قبل كل الماتشات فيديو سكاوتنج على الفرق اللي احنا بنلعبها، والمفروض ان احنا الحمد لله حافظين الفرق اللي قدامنا قبل ما نلعبها يعني. كابتن حمدي التمرين اللي فاتت بنقعد بيقول لنا يعني مين بيلعب اتجاهات الضرب ايه، فاحنا من قبلها بنبقى بنتمرن على الفرق اللي احنا هنلعبها، والحمد لله يعني احنا بننزل من اول الماتش مركزين قوي ان احنا نكسب اي ماتش، ومش بنفكر هنلعب مين قد ما بنفكر ان احنا لازم نعمل كل حاجه صح ونسمع توجيهات الجهاز الفني. للفرق الحقيقه اللي بتعجبني جوه النادي، حتى لما بكون في النادي الاهلي بروح احضر تدريبهم، يعني فريق السيدات لكره الطائره بحس ان هم يعني مركزين، بحس ان هم عارفين طريق البطوله ازاي. لا فريق محترم جدا، والحقيقه مش بس في مستوى المباريات، روحوا اتفرجوا على تمرينهم، والله العظيم تمرين يعني بحس ان فرقه رجال بتتمرن بجد، تمرين قاسي، والنتائج دي والبطولات دي مش هتيجي من فراغ، وهو ده يعني سمات البطل، عايز تكسب تتمرن جامد. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل.